عندي برضو خبر آخر، حيث عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء إسلام عطية رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية. تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، لا سيما في مجال تنمية الثروة السمكية، والتي تهدف إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ودفع عملية التنمية الشاملة على مختلف المحاور بالدولة. الخبر ده مهم جدا، لأنه أنا هاخد كلمة اتقالت في هذا الخبر، والكلمة دي يعني أنا شايفة أنها ذات أهمية كبيرة. الاكتفاء الذاتي هو ده الهدف حضرتك، يعني هو الهدف هو طبعا بيبقى فيه مراجعة وفي تقييمات مباشرة من قبل السيد الرئيس للمسؤولين، كل واحد في قطاعه زي ما حضرتك بتشوفي، وفي لجان متابعة طبعا بتقيم وتراجع في رئاسة الجمهورية وتوجيهات من السيد الرئيس في ده. لكن السيد الرئيس بيبقى حريص على انه يبقى في التلقين المباشر للجهات المعنيه، المسؤول رقم واحد والمسؤول رقم اثنين. وعشان كده تلاحظي حضرتك هذه الاجتماعات الدوريه مهمه في اطار تكلفات سيادته في اطر زمنيه، انه مش مجرد بيبقى اجتماع فقط، لكن اجتماع باطار زمني بتحديد مهمه. احنا بنتعلم تملي من القوات المسلحه حاجه مهمه قوي استاذه رشا، هو تحديد المهمه انجازها وفق اطار زمني، يعني في اطار زمني ننجز فيه ده وفق للخطه الموضوعه. ومدى نجاح المشروع بعد يعني حصلنا قد ايه من هذا المشروع بالظبط، بيبقى في تقييم على مراحل صحيح. ودرجات. فعشان كده اشاره حضرتك الكريمه اللي هي موضوع الاكتفاء الذاتي، الهدف الرئيسي بيبقى في موضوع الثروه السمكيه ومشروعات الخدمه جهاز الخدمه الوطنيه. الناس بتشتغل وبتقيم على ارض الواقع، ربما بيبقوا يعني انا تملي اقول محتاجين تسويق اعلامي، ان لازم الناس تعرف ايه اللي بيحصل، فده بياتي من خلال اشارات الاعلام بصوره مباشره على ما تم انجازه في هذه المشروعات. العائد على المواطن، يعني احنا واحنا بنتكلم ان العائد دائما على المواطن، انه يبقى عندك اكتفاء ذاتي في قطاعات معينه. خلي بال حضرتك احنا شاهدنا في الفتره الماضيه استاذ رشا تقلبات عديده صحيح. في الاقتصاد، والتقلبات دي عالميه اقليميه ليها ارتدادات على حضرتك وعلى الاقليم، فبالتالي بتحاولي تحطي استراتيجيه مرنه في التعامل في التحرك، خصوصا في الموضوعات الخاصه مثلا بالسلع الاستراتيجيه، بالموضوعات اللي هي تخص المواطن. فلازم يبقى في سرعه تحرك، في مرونه، في توجهات مباشره وتوجهات رئاسيه، بمعنى ان يبقى في تسهيلات لده. ده امر مهم، امر مهم. انا بقول تملي جهاز الخدمه مشروعات خدمه وطنيه محتاج تسويق اعلامي، لان الناس بيعملوا مشروعات للامانه كتيره جدا، والمشروعات كلها لخدمه المواطن بالمناسبه، يعني كل المشروعات، ومش مشروعات في قطاع معين، قطاعات متنوعه، فبتبقى محتاجه حضرتك انه تسويق اعلامي، الناس تعرف حجم الانجاز الحقيقي اللي بيحصل. ده مهم جدا ان بيحصل فيه لجان المتابعه الدوريه. طيب انا برضو عايزه اقول انه بالذات تحديدا الثروه السمكيه وتنميه الثروه السمكيه، يعني الاهتمام بيها، لانه لما بنقول امن غذائي اللحوم والدواجن نتيجه للي بيحصل في العالم، والعلف واسعار العلف والاستيراد والدولار، دي مشكله صحيح. طيب انا لما بقول الثروه السمكيه، ان انا لان الناس بتقولك ايه، شوف البلطي بقى بكام، شوف مش عارفه ايه بقى بكام، شوف مش هقول جمبري يعني انا بتكلم على الاسماك اللي الناس بتقول الشعبيه غاليه مش رخيصه دلوقتي. فانا لما اعمل امن غذائي واوفر، يعني على الاقل ابقى زي اليابان حضرتك لو اشتريت قطعه لحمه غاليه جدا، لان اليابان عايشه على الاسماك، فهم خلاص بقت من حياتهم اليوميه السمك. ممكن نغير من سلوكيات الناس ونبتدي نفكر يعني هو محتاج ده حضرتك تغيير العادات المصريه بالظبط، يعني تغيير العادات وانماط الحياه الاجتماعيه، ولازم ده يتم برؤيه ومقاربه مخطط لها جيدا. بمعنى انا مش بنطالب بتغيير عادات المصريين في انماط الاكل، لكن لازم حضرتك توجهي في اطار دراسات اجتماعيه ومسحيه، ويبقى في اعلام للمواطن في بدائل وخيارات. هتقولي لي طب ما انا بستبدل سين بصاد، لا هو مش استبدال حضرتك، انت بتركزي على ما هو متاح لحضرتك في إطار ما هو قائم صحيح. يعني النهاردة بتعظمي ما تملكيه من موارد، وبالتالي بتتحركي وتنجزي. ده إشارة حضرتك الكريمة اليابان، لليابان لأنها بتستفيد من المورد الرئيسي اللي عندها، على حساب أنه في حاجات أخرى بتحتاج إلى، مش عايز أقول بقى عملات أجنبية وما إلى ذلك، لأن الإشارة الرئيسية في ده
هي مرتبطة ان في كانت افكار كتيرة قوي زي ما حضرتك كنت عارفة انه بورصة دواجن وبورصة اسماك، وفي افكار كتيرة اقتصادية خلاقة على المستوى النظري نقدر ننظر فيها، لكن واقعيا اما بتيجي تتكلمي حضرتك بتبقى محتاج تغيير سلوك اجتماعي، لازم تغيري سلوك اجتماعي، لازم يبقى في بدايل، ولازم تبقى في بدايل رخيصة وفي بدايل جماهيرية. ده مستوى الشرائح اللي بتتعاملي فيها في المجتمع، الشرائح عينك على الشريحة الأكبر في المجتمع اللي هي بتبقى محتاجة لده، لكن ما بقفش على السلع الرفاهة، لأن أنت تعلمي جيدا أنه الرفاهة محتاجة إلى استيراد معين، محتاجة إلى دولار، أنا محتاج الدولار النهاردة في القطاعات الاستراتيجية، في مجالات الأدوية، في المجال، لكن مش عايز أخش في مجالات كتيرة قوي، ودي نقطة مهمة جدا، تغيير عادات وسلوك المواطن ده مهم جدا لملائمة الوضع. طب ده مسؤولية مين؟ مسؤولية الحكومة. لازم الحكومة تفكر، ولازم تدعو الأكاديميين والناس اللي دارسة اجتماع سياسي، الناس تقعد تحط خطط استراتيجية، تحط رؤية، تكلم المواطن بلغة بسيطة سهلة، مش كلام في قاعات الجامعة، لا يعني تكلمي الناس وقول لهم في خطط لكذا، نعظم ما لدينا من موارد، احنا عندنا موارد بس عظميها حضرتك، لازم تنشري فيها وتركزي وتعملي انتشار إعلامي فيها الناس تفهمها، لكن ما أقفش على سلعة وقفت، ما أقولش كيس السكر بقى بكذا أصله ملوش بديل، أصل كيس كذا، لا مش هخش فيه، السلع في سلع استراتيجية الحكومة تعلمها فيها قائمة أسعار معينة ليها، دي اللي بنحاول نضبطها. وخلي بال حضرتك ما فيش حاجة اسمها ضبط أسواق، ده الكلام ده مش صحيح، ضبط ما فيش حاجة اسمها ضبط سوق أو ضبط سلع، أنا بتكلم حضرتك في إجراءات الحكومة تقدر تعملها، تستطيع الحكومة تعملها، احنا سوق حر، وإحنا نقدر نعمل ده، وناس على يعني الموجودين في الحكومة وفي الوزارات المعنية الخدمية بيشتغلوا ومحتاجين يغيروا بعض الاستراتيجيات ويتكلموا مع المواطن وينقلوا ده مهم جدا. لازم وزير التموين يطلع يتكلم، لازم الوزراء يطلعوا يتكلموا وهم مختصين في كلامه، لو مش عايزين يتكلموا المتحدث الرسمي بتاع الحكومه يطلع يتكلم يقول، دي رسائل تطمينات للمواطن ان المواطن يشعر بوجود الحكومه في حياته وانها بتتابع يوميا في ده، ما يبقاش مقتصر فقط على توجهات السيد الرئيس، الناس بتشوف الكلام من تصريحات السيد الرئيس او اجتماعات السيد الرئيس او توجهاته، لا مش كافي، لانه الناس لازم تتابع ده، لازم تنجز ده، السيد الرئيس يدي التوجهات اما يتكلم في الاكتفاء الذاتي، الحكومه لازم تشتغل على توجيه السيد الرئيس مش الوزير او القطاع بس صحيح. فاحنا بنتكلم في منظومه كامله، القيادة توجه، الوزراء المعنيين المسؤولين بيقوموا بده، الرئيس بيوجه رسائل تطمينات، بيوجه رسائل مباشرة للمواطن، للمسؤول، المسؤول عليه أن يتفاعل مع ده، مش مستني خطاب تكليف أو أن يعمل في استراتيجية عامة الحكومة بتشتغل فيها، الاستراتيجية دي لازم تبقى واضحة للمواطن أن احنا بنتكلم بلغة صراحة، والمواطن يبقى يتلقى الرسالة مباشرة من المصدر الإعلامي الوطني المسؤول، ما ياخدهاش من مصادر أخرى. بس في حلقة مفقودة هنا يا دكتور طارق، لأن ده ما بيحصلش. لا هو بيحصل حضرتك، أو بيحصل بس بشكل بيحصل بس يعني محتاج ضعيف. محتاج إن أنت تخاطبي الرأي العام، لازم تنقلي الصورة، لازم تعيشي المواطن في ما يواجهه، ما لا يفاجأ بده، ياخد المعلومة من أستاذة رشا، لأنه أنتم إعلام مسؤول، إعلام وطني مسؤول، لكن أنا بتكلم فيه إنه المواطن ما ياخدش مصادر معلوماته ومن مصادر أخرى، قد تكون قنوات معارضة، قد تكون مناهضة، قد تكون معادية، أمور كتيرة جدا، وطبعا إحنا مش البلد لا تحكم من مواقع السوشيال ميديا، يعني خلي بال حضرتك برضه دي نقطة مهمة، السوشيال ميديا ليها تأثير وليها حضور، بس الحكومة عليها أن تتفاعل بصورة مباشرة، لأن دي نقطة مهمة أستاذة رشا، إنه في النهاية في حكومة مسؤولة، في وزراء معنيين، أما تتكلمي على السلع لازم الوزير المعني يطلع يتكلم، في فلسفة نظام حكم السيد الرئيس بيدي توجيهاته، بيتابع يوميا حجم اللقاءات اللي السيد الرئيس بيعملها، أنا أتمنى تعملوها في الإعلام، إن شوفي حجم اللقاءات اللي بيعملها الرئيس في القطاعات المختلفة على مدى شهر كامل، وشوفي هو ده المعلن، ده المعلن غير اللي فيه، غير المعلن المعلن طبعًا. المعلن غير اللي مش معلن، لكن بتكلم في المعلن، المعلن اللي قدام الناس، شوفي حجم القطاعات اللي الرئيس واللقاءات والاتصالات اللي بيجريها مع المسؤولين، ده المصريين بس، يعني مش هقول بقى اللي بره مصر، يعني قابل رئيس شركه ايه الايطاليه، قابل كذا، برضو دي بتخدم على قطاعات معينه في مصر، لكن انا بتكلم على مجهود كبير جدا القياده السياسيه بتعمله، الحكومه بتعمله، لكن لابد ان ينقل جزء من اداء الحكومه وانجازاتها، برضو ده اكرر لحضرتك ما بين قوسين، يحتاج إلى تسويق إعلامي جيد قائم على فكرة فكرتين، فكرة الصراحة وفكرة الشفافية للمواطن. صحيح. المواطن هيشارك مع حضرتك أما يشعر بهذا، لأنه يعني أنا بشوف فيديوهات كتيرة على تيك توك والحاجات دي،
دكتور طارق، ده واحد ماشي بموبايل صور ست في وسط السوق، انا هتكلم على اسعار مش هتكلم على حاجه، شوفوا البطاطس بقت كام، شوفوا السمك بقى بكام، شوف حتى لو ده بس بيبقى ليه تاثير عكسي، الفيديو ده بيبقى ليه تاثير عكسي. يعني خلينا اكون صريح مع حضرتك في النقطه دي واتكلم فيها كاكاديمي سريعا في فكره، هي فكره وضع الضوابط للتعامل مع مثل هذه الامور. احنا مش بنقيد حقوق او حريات للناس تطلع تتكلم، لكن في مشكله، لا ما فيش دوله بتترك الامور دي بالصوره اللي حضرتك شايفها. انا مش عارفني ان كلامها صح ولا غلط بالزبط. كمان طب ايه المعيار؟ طب انت اعلاميه استاذه رشا مع احترامي، وراكي خبره طويله متراكمه كاعلاميه قديره، اولا لازم تتيقني من مصدر المعلومه، صح؟ لازم في ضوابط، لازم في معايير، مش كل واحد يطلع يهزي عفوا في اللفظ ما بين قوسين وتقولي لي طب ده ليه تاثيره، نسب المشاهده، ما هنا نسب المشاهده مين اللي بيحددها، انا ولا حضرتك؟ ده مش معيار، ما ممكن تبقى حاجه اسف اقول تافهه ملهاش اي قيمه يعني وبتطلع وتاخد نسبه مشاهده عاليه. صحيح. ايه المعايير؟ ناس الاعلاميين اللي زيكم بيزعلوا بقى من الحته دي، ليه؟ لان انتوا بتتكلموا علم، بتتكلموا على قواعد، بتتكلموا على اسس وضوابط ومعايير لاداره ما يعرف باسم السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا مش مجرد الناس بتطلع تكتب او تعلق، لانه في النهايه في فلتره لده، يعني في فلتره لده. بالتالي انا بتكلم في ايه؟ لازم تسبقي بخطوه، الخطوه اللي حضرتك تسبقي بيها اللي هي ايه؟ لازم فكره الشفافيه، لازم فكره الصراحه، لازم فكره الاستباق، تستبق ده، لكن انا ما بقاش رد فعل، ما واحد يتكلم زي ما حضرتك بتطلع تقول لي كيلو البصل وصل 30 جنيه او 40 جنيه، وطالع بيحكي حاله، وجاب نسبه مشاهده عاليه، الحكومه هتعمل ايه؟ طب ما الحكومه من الاول تقول الظروف اللي احنا وصلنا فيها، انا مش بقول تخبي، لكن هتطلع لازم تتكلم، الوزير المعني بدل ما هو قاعد بيتلقى كل ده يطلع يتكلم. متحدث الاعلام بتاع وزارته يطلع يتكلم، ليه؟ لازم يبقى في تفاعل مع المواطن، لكن مش قاعد خايف يطلع يتكلم، هو رد فعل اكن الحكومه مش متابعه، لا الحكومه متابعه والوزراء معنيين، بس لازم يطلعوا ينقلوا رسائل مباشره للمواطن. ليه سياده الرئيس بيقول الاكتفاء الذاتي في موضوع الثروه السمكيه؟ لان يعني في توجيه مباشر، في مسؤول بيوجهه، وبالتالي في مراجعه، في تقييم لادائه، في اطار زمني بيقول له في التكليف والتلقين، ثم المراجعه في الاخر لما تم انجازه، وبالتالي دي الاليه اللي انا بتملي اقول احنا اخذناها وتعلمناها من القوات المسلحه، ان تحديد المهمه اطار زمني، قيم راجع، وبعدين نقيم المشهد بكله، ففي عمليه في منظومه بنتعلمها في القوات المسلحه في هذا، وبالتالي تحديد المهمه اطارها الزمني ونعمل ده، لكن ما سيبش الامور مفتوحه، تقولي لي كليب جاب ولا مشاهده جاب مليون في 10 دقائق ربع ساعه، طب المعايير ايه اللي بحكم فيها؟ مش هدخل بقى حضرتك ان عندنا في حاجه اسمها استطلاعات الراي الموجهه والملونه، وشركات قياس الراي العام بتشتغل ازاي؟ دي عالميا مش في مصر، واقدر اقول لحضرتك اعلى مذيع مشاهدته ايه؟ المعايير اللي حضرتك بستخدمها دي معايير دوليه مش معايير مصريه بالمناسبه، المعايير دي ان انا اقول السين نسبه مشاهدته اعلى من صاد مثلا، نسب المشاهده القطاعات دي ده علم حضرتك طبعا. الاعلام والاتصال السياسي ده علم بنبني عليه، مش في قضيه الناس تطلع تقول لا احنا اعلى مشاهده واقل مشاهده، وفي معايير وفي اساليب كميه وكيفيه، ففي تقييمات بنتم وفي مؤشرات رقميه بستخدمها وبحطها جوه تصنيفات ومصفوفات احصائيه عشان اطلع لحضرتك ده بكل ثقه، اقول لحضرتك المذيع رقم الف هو ده، الموقع ده رقم كذا، نسبه التردد المشاهده علم كبير جدا مش مجرد ناس قاعده. صحيح صحيح.